هذا وقد أشاد سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بمتابعة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للحادث وتوجيهات سموه الكريمة بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع المبنى ورفع تقرير فوري إلى سموه بشأنه والتنسيق لتجاوز أثار هذا الحادث على المصابين وعوائلهم. كما أشاد رئيس الأمن العام بتوجيهات معالي وزير الداخلية ومتابعة معاليه أولا بأول لتداعيات الحادث وتأكيد معاليه على ضرورة تأمين المنطقة وإخلاء المصابين في أسرع وقت ممكن وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لسرعة الإنقاذ. وكان رئيس الأمن العام قد انتقل مساء أمس إلى موقع الحادث وتابع عن كثب الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لا سيما الدفاع المدني في السيطرة على الموقف وسرعة إنقاذ المصابين ونقلهم للمستشفيات وانتشال جثث المتوفين، حيث تم إنقاذ عالقين تحت الأنقاض بعد رصدهم بواسطة طائرة بدون طيار تابعة لوزارة الداخلية. كما تم الاستعانة بالكاميرات الحرارية والكلاب البوليسية في أعمال البحث والإنقاذ. أدت سرعة الاستجابة وارتفاع معدل الجاهزية والاستعداد لدى جميع الجهات إلى معالجة تداعيات الحادث من خلال التنسيق المحكم فيما بينها، حيث تلقت غرفة العمليات الرئيسة بلاغا بالواقعة الساعة 7:20 من ثانية من مساء الثالثة، وتمكنت الدوريات من الوصول إلى الموقع في غضون 3 دقائق وبدأت بفرض طوق أمني حول موقع الحادث وتنظيم عملية السيطرة المرورية على الشوارع المؤدية لموقع الحادث والمحيطة به. كما باشرت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني عملها فور وصولها برفع الأنقاض وإخراج العالقين فيها مستعينة في ذلك بالطائرات بدون طيار والكلاب البوليسية في تحديد مواقع العالقين. كما باشرت الأطقم الطبية المتواجدة تصنيف حالات المصابين ميدانيا وإجلاءهم إلى المستشفيات حسب الخطط والإجراءات التي تم وضعها مسبقا. وتم تفعيل غرفة عمليات ميدانية في الموقع وتفعيل خطة الطوارئ وخطة الإخلاء ونقل عدد ممن تم إخلاؤهم إلى دار الكرامة للرعاية الاجتماعية. أكد رئيس الأمن العام أنه تم إختار النيابة العامة بالواقعة مشددا على أن مسؤولية ملاك المباني السكنية عن توفير اشتراطات السلامة العامة بما يحمي حياة القاطنين، معربا عن شكره وتقديره لجميع الجهات والوزارات التي شاركت في التعامل مع الحادث وأبدت تعاونا كبيرا في الموقع كان من نتيجته سرعة إنقاذ المصابين ومعالجة تداعيات الحادث بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي أدى إلى الحد من الآثار السلبية للحادث. كما أعرب رئيس الأمن العام عن تقديره للدفاع المدني الذي تعامل مع الحادث منذ اللحظة الأولى وتمكن من إنقاذ عدد كبير من المصابين والعالقين تحت الأنقاض، حيث تطلبت إزالة الأنقاض جهدا بدنيا كبيرا لعدم استخدام الآليات الضخمة تحسبا لوجود أشخاص تحت الأنقاض، مشيدا بسرعة استجابة الأطقم الطبية من مختلف المستشفيات، حيث شاركت في أعمال البحث والإنقاذ 11 آلية دفاع مدني و15 دورية أمنية و60 ضابطا وفردا و19 سيارة إسعاف، فيما تم إخلاء ونقل 24 مصابا إلى المستشفى. وحثت الإدارة العامة للدفاع المدني مجددا المواطنين والمقيمين على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة فيما يتعلق بتوصية الغاز، وذلك حرصا على أمن وسلامة الجميع.